جميع السلع والمنتجات بلا استثناء بحاجة إلى مواصفات قياسية ولوائح فنية تنظم عمليات إنتاجها ونقلها وعرضها وتداولها في الأسواق. تحدد المواصفات القياسية المتطلبات والاشتراطات الفنية للسلع والمنتجات والخدمات، كما أنها تحدد الحد الأدنى من مستويات الجودة المقبولة والمتعارف عليها دولياً، وهذا بالتأكيد يساهم في تحقيق سلامة وصحة المستهلك وحماية البيئة ودعم الصناعات الوطنية وتشجيع التنافس بين المنتجات، كما يساهم في تسهيل التبادل التجاري بين الدول ووصول المنتجات إلى الأسواق العالمية. ولكن من يقوم بإعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية؟ تعمل هيئة التقييس لدول مجلس التعاون على إصدار المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية من خلال لجان فنية وفرق ومجموعات عمل خليجية متخصصة يشارك فيها ممثلون من أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء، بالإضافة إلى الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص. تتلقى الهيئة فكرة إعداد مشروع مواصفة قياسية جديدة وتعمل على تقييم فكرة المشروع ومن ثم إحالته إلى اللجنة الفنية الخليجية ذات الاختصاص بالقطاع المعني باللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية. تبعاً لذلك يدرج المشروع ضمن خطة اللجنة وتكلف به إحدى الدول الأعضاء، ويتم البدء بإعداد مسودة المشروع الأولي DS وفقاً لجدول زمني محدد. يتاح مشروع المواصفة القياسية الخليجية الأولي Draft Standard DS على موقع الهيئة الإلكتروني www.gso.org.sa لمدة 60 يوماً ليتفاعل معه العديد من ذوي الاختصاص بالرأي والملاحظات. تدرس الدولة المكلفة بمشروع المواصفة الملاحظات الفنية الواردة عليه. يعاد عرض مشروع المواصفة القياسية الخليجية في اجتماع اللجنة الفنية مجدداً للنقاش وتحويله لمشروع مواصفة نهائي Final Draft Standard FDS تمهيداً لاستكمال إجراءات اعتماده. يعتمد المشروع كمواصفة قياسية خليجية موحدة ويتم اعتماده وطنياً في جميع الدول الأعضاء، وينشر في متجر المواصفات الخليجي ويلتحق بعالم المواصفات القياسية الخليجية التي تجاوز عددها 23 ألف مواصفة قياسية حتى الآن، بينما تستمر هيئة التقييس في إصدار المزيد من المواصفات القياسية الخليجية لتجد طريقها إلى المستهلك وتصبح حاضرة في منتجاتنا وخدماتنا. ستظل إحدى الجهات التي تساهم في سلامتنا وسلامة عالمنا الجميل. هيئة التقييس لدول مجلس التعاون حاضرة في كل ما يحيط بك.